نعم. من المعلوم أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية وكذلك يجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر، ولكن الأذكار الواردة بعد الصلاة هل هي أيضا تقصر أو تؤدى كأنها صلاتين؟ الظاهر أن الأذكار عليكم السلام ورحمة الله أنه يكتب فيها بذكر واحد، لأن الصلاتين صارت كأنها صلاة واحدة فيكتفى بها بذكر واحد، لكن يكتفى بالأعم فمثل المغرب مع العشاء يسن في المغرب أن يذكر الله 10 مرات وفي العشاء 3 مرات، فليأخذ بالأكثر لأن الأقل يندرج في الأكثر، وإن أتى لكل واحدة بذكر فلا أرى في هذا بأسا، والأول كافي. نعم.